مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجراد. وصل العديد من اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى محطة فيينا المركزية لتصبح مرة أخرى نقطة ساخنة على غرار عام 2015، لكن كمحطة عبور لمعظم القادمين. فمن بين حوالي 45 ألف نازح تم إحصائهم في النمسا حتى الآن، غادر 75-80% منهم إلى دول أوروبية أخرى مثل فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا، لأن لديها مجتمعات أوكرانية أكبر بكثير من ما هي في النمسا. لكن وفقاً للأمين العام لمنظمة كاريتاس فيينا، فمن المرجح أن يتغير دور النمسا كدولة عبور في الأسابيع المقبلة، قائلاً أننا نواجه أكبر كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية. بعد أداء يوهانس راوخ من حزب الخضر اليمين الدستورية أمام الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلن كثالث وزير للصحة خلال عام، يواجه الوزير أول قرار مصيري له، حيث سيعلن مع الوزيرة الدستورية كارولين إيدشتادلا غدا الأربعاء صباحا بعد اجتماع مجلس الوزراء استمرار اللقاح الإلزامي من عدمه، وما إذا كان ملائماً ومبرراً من الناحية القانونية والطبية، بالإضافة إلى الخطوات التالية، وذلك بعد أن تكمل لجنة تقييم التطعيم الإجباري تقريرها اليوم الثلاثاء. دق المستشار النمساوي السابق كريستيان كيان ناقوس الخطر حول الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة التي لا يمكن تحملها وتهديد البطالة الجماعية المتوقعة، حيث قال أن الأمر يزداد سوءاً وأنه بدون تنظيم سياسي يوجد خطر حدوث كارثة، موضحاً أنه إذا ظلت تكاليف الطاقة مرتفعة فستبدأ الصناعة في إيقاف الإنتاج في النمسا في غضون شهرين، والنتيجة ستكون عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل. وطلب كيان الحكومة بمساعدة الشركات، حيث أن تكاليف الطاقة المرتفعة لها أثار اقتصادية أكثر وحشية من كورونا، كما أنها مسألة وقت قبل أن ترتفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين. رغم الأزمة المالية الخانقة، يريد وزير العمل مارتن كوخا المضي قدماً في الإصلاح المخطط له للتأمين ضد البطالة وتعديل نقود مقياس الدعم الكلي على مراحل، موضحاً أنه يجب أن يكون في المرحلة الأولى أكثر من 55% من صافي الدخل المكتسب سابقاً. ومن المحتمل أن يكون نطاق التخفيض صغيراً، فلا يمكن أن يكون أقل بكثير من 55%، لأنه ليس الهدف أن تصبح إعانات البطالة آلة للفقر. وقد أشار الوزير إلى أنه لا يريد أن يعتمد العاطل عن العمل على الدخل الإضافي، لأنه يكون عاملاً يطيل من أمد البطالة. كان هذا موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة 6 في قراءتنا الإخبارية الموسعة. إلى اللقاء.